بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نبارك لكم أحبتي مولد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، أعادنا الله وإياكم في حال أفضل من هذا الحال، ونشكر شيخنا الجليل قبل وبعد التكريم إن شاء الله. فليتفضل أيضا الأخ نائب رئيس هيئة العدل المنتظر للتعليم الديني الأخ عادل عيسى لمشاركة الشيخ في عملية التكريم. تتقدم العدل المنتظر للتعليم الديني بالشكر والامتنان لرئيس لجنة التعليم في المؤسسة سابقا الأستاذ عقيل علي حسين المرخي على ما بذله في الدورة الماضية وبداية دورتنا الحالية، داعين له بالموفقية، وندعوه للتفضل بالحضور للمنصة لتكريمه على جهوده الكريمة مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. حياك أبو حسن. افتحهم شهادات. كما تكرم العدل المنتظر هذه الليلة الجنود المجهولين في لجنة تعليم الصلاة، والذين كانوا وما زالوا متميزين في الفترة الأخيرة على وجه الخصوص، وهم الإخوة الأعزاء السيد ناصر عادل علي شبر. والأخ العزيز السيد عدنان نزار كاظم. وقد تم تكريم الأخ العزيز السيد محمد هاشم مسبقا على ما يبذله من جهود متواصلة طوال الأعوام السابقة، ونحن هنا نكرر له الشكر فألف تحية له. أما تكريمنا التالي للطالب المثالي في المرحلة الثانوية، وخصوصا قبل انقطاع وعودة الدراسة فيها لالتزامه بالحضور وإن كان وحيدا في الدرس، والطالب هو محمود عبد الغني عبد الله سرور. محمد وآل محمد. اختتمت العدل المنتظر أنشطتها لعطلة الربيع بمسابقة ثقافية لمرحلتي الإعدادي والثانوي، وقد كان التفاعل جميلا من قبل الطلبة. قدم هذه المسابقة المتألق كالعادة السيد أنور محفوظ ليضيف جمالا من جمالية شخصيته لها، فليتفضل السيد يتقبل تكريمنا المتواضع لشخصه مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. أما تكريم المشاركين في المسابقة، نبدأ بتكريم الفرقة الفائزة بالمركز الثاني وهي فرقة الإمام زين العابدين عليها السلام، ونبدأ بالسيد أحمد حسن هادي. حياك سيد، اللهم صل على السيد أحمد نزار كاظم. حياك، يلا سيد أبو ثلاثة. السيد علي مهدي يوسف. حياكم كلكم صورة جماعية مرة واحدة. محمد عبد الأمير، وقف إياهم. وسيد هادي محمود محفوظ، وقفوا خمستكم يا الجماعة صورة جماعية. صلوا على محمد وآل محمد. سيد هادي محفوظ. أما نجوم المركز الأول وهم فرقة المرتضى عليه السلام،
فليتفضلوا ليتوجوا نجوما لنشاط عطلة الربيع، وهم السيد حسن محمد حسن، السيد هادي علوي عبد العزيز، لا هذا مو وياهم، أخوه يخلوا وياه، علي جعفر عيسى الله يفرجه عنه إن شاء الله، وعلي إبراهيم الصاير، حياكم. صلوا على محمد وآل محمد. ختاما نشكر الشيخ فاضل الزاكي ورحم الله والديك وعادنا الله وإياكم، كل واحد واحدة، عادنا الله وإياكم على مثل هذه الليالي المباركة، وندعو من الله قبول أعمالكم. والسلام عليكم أيها الحضور ورحمة الله وبركاته، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد.